اختيار المخرج مايكل بيوح على الفنانة رندا البحيري للمشاركة في بطولة مسلسل حفيد عز مع أشرف عبد الباقي، وبتقدم فيه دور مذيعة من طبقة أرستقراطية. المسلسل بيشارك بطولتهم ريهان حسين ولطفي لبيب وسعيد ترابيك ومحمود البزاوي ومنار العطار. العمل من تأليف جوزيه فوزي، وبتدور أحداثه حول علاقة الرجل بالمرأة في العصور المختلفة عن طريق صندوق يرثه البطل، وهذا الصندوق يمكنه من العودة إلى أزمنة مختلفة. ده بتحبها يا حزم؟ ساعات بحس إنها ما تفرقش معايا، ساعات بحس إني بحبها تبقى عشان يموت. صحبيتنا دي حرام وخروجنا مع بعض برضو حرام، يا إما نتخطب يا إما نفركش. في حاجة اسمها طب شرعي هيثبت إن أنت اللي نمت معاها. يا عم دماغك بقى. طب ما أنا بلبس مايو جسمي بيبان أكتر من كده. بس إيه اللي خلاكي تحجبي كده فجأة؟ أصل الفترة اللي فاتت سمعت كذا شريط لعمرو خيرت. لو ما لقيتش الحجاب تخزر في يومين ما تفرق في وشي يا عم. أحمد. أيوة بابا. أنا مش منبه عليك ما تدخلش البيت بعد الساعة 12. يا بابا دي أول مرة أسقط، أنت يعني هتمسكها لي زلة؟ طب إحنا مش قلنا إنك مش هتشرب الهباب ده تاني؟ لو ما قلتليش الحقيقة قسماً برب العزة لا تردك بره. أنت دلوقتي قدامك مشكلتين، السكن والشغل. أنت فعلاً ناوي تشتغل بجد؟ إذا كان متخرجين مش لاقيين شغل يبقى أنتوا يا سنكيحة هتشتغلوا.